رغم حواجز ومضايقات الاحتلال الصهيوني، توفد أكثر من ربع مليون فلسطيني إلى المسجد الأقصى المبارك لإقامة صلاة التراويح أحياءً لليلة القدر المباركة. تشكل هذه الليلة مكانة روحية جليلة في نفوس المسلمين حول العالم، لكن أداءها في أولى القبلتين له طعم خاص في نفس كل مسلم. يا الله لمن حمده، لك الحمد. بهيبة وخشوع اصطف آلاف الفلسطينيين متراصين راسمين أجمل اللوحات وأكثرها روحانية في شهر رمضان الكريم، فما عاشوه طيلة شهر كامل من الاعتداءات الصهيونية لم يثنهم عن شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك. من مدينة القدس المحتلة ومن الضفة الغربية لبى نحو 280 ألف مصلٍ النداء، عازمين على إحياء صلاة التراويح كما جرت العادة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات الأمنية المشددة والحواجز التي أقامها جيش الاحتلال الصهيوني. الله الحمد لله رب العالمين. غير بعيد عن القدس توفد المئات من أهل غزة المحاصرة إلى المسجد العمري، أقدم وأكبر مساجد القطاع، لأداء صلاتي العشاء والتراويح في ليلة هي خير من ألف شهر.